سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر امبارح فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة. تحدث سيادة الرئيس في عدد من النقاط والملفات المهمة بخصوص التغير المناخي، وقال إن في 20 دولة فقط هي مسؤولة عن 80% من أثار التغيرات المناخية، وبالتالي فالعدالة تقتضي زيادة مساهمة الدول دي في جهود التكيف مع التغيرات المناخية، لأن مواجهة تداعيات المناخ بتحتاج 800 مليار دولار بحلول عام 2025. خلينا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. وأتصور أن المنتدى اللي اتعمل في سبتمبر السنة اللي فاتت وأيضا هذا العام اللي احنا حاضرين دلوقتي، تصور أنه بيشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم الخاص بهذه القضية. بيأكد أيضا الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ اللي ابتدت تبقى موجودة في وجدان وفكر العالم دلوقتي وتأثيرها، وأقدر أقول إنها بقت أيضا على أولويات أجندة التنمية المستدامة. الحقيقة المؤتمر أو المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع آثار تغير المناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل، رغم ان انا بتفق مع الكلام اللي بيتقال ان مجابهه التغير او مجابهه تكلفه التغير افضل كتير من التكلفه اللي هيعملها التغير نفسه. وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حده تغير المناخ بحلول عام 2025. البلدان الناميه محتاجه الرقم ده، رغم ان هي اذا بنتكلم على ان 20 دوله فقط هي المسؤوله عن حوالي 80% من الاثار، فاتصور ان من العداله والموضوعيه ايضا ان يبقى المساهمه الاكبر من جانب هذه الدول المعنيه في دعم الدول الناميه بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ايضا احنا مهم قوي التوافق حول رؤيه شامله لدعم الدول الافريقيه لرفع قدراتها على التكيف. احنا بنقول ان افريقيا هي الاكثر تضررا رغم ان هي الاقل مساهمه في الاثار الناجمه او الاثار التي يترتب عليها تغير المناخ، رغم انها الاقل لكن هي الاكثر تاثرا. وبالتالي احنا محتاجين ايضا يبقى في رؤيه شامله لدعم الدول الافريقيه في هذا المجال. اسمحوا لي كمان ان انا اقول لكم يعني نقطة تانية، إن شاء الله مصر يعني في إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم، يعني هذا المؤتمر بيأتي في سياق زي ما قلت كده عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، وده الحقيقة بيضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات اللي احنا بنتكلم عليها على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ، والتي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت في جلاسكو العام الماضي. كمان سيادة الرئيس قال أن مصر انتبهت من بدري لقضية التغير المناخي وأهمية البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية، عشان كده مصر كانت من أوائل الدول اللي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة ل2030. إن شاء الله مصر يعني في إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم، يعني هذا المؤتمر بيأتي في سياق زي ما قلت كده عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، وده الحقيقة بيضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات اللي احنا بنتكلم عليها على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ، والتي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت في جلاسكو العام الماضي. مصر، واسمحوا لي ان انا اتكلم عنها، كانت من اوائل الدول التي وضعت خطه استراتيجيه طويله المدى لتحقيق التنميه المستدامه 2030، وكان البعد البيئي محور اساسي في كافه القطاعات التنمويه. وانا عايز اقول لكم يعني مش عشان
يعني أقول إن إحنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بفاعلية كبيرة جدا في كافة المجالات. وأنا بقول لكم إن إحنا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة. وأنا بتكلم إن حياة كريمة ده رقم اتحط يمكن ساعتها ساعة لما طرحناه كان حوالي 700 مليار، 750 مليار، قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة. لكن الهدف منه أنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان. وإحنا هنا بنتكلم على مية شرب، وبنتكلم على طاقة، وبنتكلم على صرف صحي، وبنتكلم على معالجة مياه. وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي أن يمكن تكون في يعني تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج. معالجة المياه أكثر من مرة، معالجة ثلاثية متطورة تتيح استخدامها طبقا للمعايير منظمة الصحة العالمية. أنا بتكلم على برنامج وطني ضخم جدا جدا للاستفادة من كل نقطة مياه وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلوث. كمان سيادة الرئيس قال إن مصر بتعتبر من أكثر الدول تعرضاً لأثار التغيرات المناخية، عشان كده بتشتغل على فكرة التحول للاقتصاد الأخضر. وأكد سيادة الرئيس إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت لحد دلوقتي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، خلال عام 24-25 هتوصل النسبة ل 50%. إن إحنا خدنا هذا الخيار رغم إن هو ضاغط علينا اقتصادياً في ظل الظروف اللي حصلت في العالم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، سواء كان نتيجة يعني جائحة كورونا وتأثيراتها أو أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية. ده أمر ضغط علينا، لكن إحنا مستمرين أو استمرنا في هذا البرنامج بأعبائه الاقتصادية في إطار فهمنا وفي إطار مسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جدا هي قضية المناخ. أنا عايز أقول إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة. والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-25 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمالي الاستثمارات. مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة قوي في الانبعاثات، يعني إحنا 6% من إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية. مصر يعني تعد من أكثر الدول تعرضاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ. أقصد بكده إيه؟ رغم إن إحنا زي ما قال إن في 20% 20 دولة في العالم هم الأكثر يعني أكثر من يتسببوا في تغير أو في تقديم الانبعاثات، ودولة زي مصر وفي دول أفريقية كثيرا أيضا كده مساهمتها هي الأقل، ولكن الضرر الواقع عليها ضرر كبير قوي. ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح اوديل رينو باسو رئيس البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، واكد سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزه مع البنك، خصوصا في الدور المهم اللي قام بيه من خلال السنين اللي فاتت كشريك في نجاح العمليه التنمويه في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده اوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، مؤكدا سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، ومعربا سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر،
لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية. من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر. اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، في ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية نشر امبارح على صفحته على فيسبوك صورة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتفقد جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث مهمة، منها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع المائدة المستديرة اللي عقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ ومؤسسات التمويل الدولية، واللي تم فيها مناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي، وكمان لقاء رئيس الوزراء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع المائدة المستديرة اللي عقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ ومؤسسات التمويل الدولية، وده لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي اللي تم إطلاقه في يوليو 2022 لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. البيان الختامي للاجتماع أشاد بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، وقال إن البرنامج بيتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، وكمان بيعمل على إنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، وبيقدم نموذج عملي قابل للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال رئيس الوزراء إنه العاصمة الإدارية الجديدة تم تصميمها علشان تكون مدينة خضراء وزكية، وكمان اللقاء تطرق لترتيبات استضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 واللي هتعقد في نوفمبر اللي جاي في مدينة شرم الشيخ. امبارح برضو توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى 70 لعيد الفلاح واللي بيوافق يوم 9 سبتمبر، وأكدت الحكومة على تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل والدور اللي بيقوم بيه في تحقيق الأمن الغذائي، وكمان تم التأكيد على استمرار تقديم كل جوانب الدعم للفلاح المصري لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى معيشة المزارع. امبارح أعلن صندوق التنمية الحضرية عن إطلاق مبادرة إسعى بحي الأسمرات، المبادرة هتستمر لمدة أسبوعين وهدفها تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل من خلال تقديم ورش تدريب للأعمال اليدوية لتمكنهم من تعلم حرف جديدة وكيفية التسويق بهدف البدء في مشروعات صغيرة. فكرة المبادرة وفكرة أن يبقى عندنا مبادرة زي دي يا شاذلي، مبادرة نوفي، أن هي فيها كمان إطلاق منصة إلكترونية كبيرة، منصة وطنية للاستثمار للمشروعات الخضراء والعمل المناخي وبرنامج منظم، دي مبادرة جديدة ما كناش متعودين أنها تبقى موجودة حاجة زي كده أو محيط بينا، يعني أن تبقى في حاجة زي كده. فكرة كمان التعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية
المناخية اللي موجودة، وكمان تقديم دعم ومساعدات فنية علشان الناس تقدر تعدي المشكلات اللي ممكن تحصل بسبب التغيرات المناخية، وكمان يبقى في دعم للمشروعات اللي هتشتغل على فكرة التحول الأخضر، وكمان ان يبقى في إطار كده تعاقدي هيحصل لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية، خصوصا ان المبادرة دي هتكون بين شركاء تنمية من القطاع الخاص مع الجانب الحكومي. فاحنا دخلنا في شكل جديد وفي يعني سياق جديد تماما. احنا عندنا استراتيجية وطنية للمناخ ل2050. المبادرة دي هتبقى جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية دي. ده هتتضمن كمان مجموعة من أو قائمة كبيرة من المشروعات الاستراتيجية اللي هيبقى ليها الأولوية، وكمان هتعكس التحديات الخاصة بالمساهمات الوطنية، خصوصا إن هيبقى في تنسيق بينها وبين الجهات الخاصة. كمان جزء من الخبر زي ما تابعنا الاحتفال المزارعين بالعيد 70 لعيد الفلاح، وده طبعا مناسبة مهمة جدا نتذكر فيها كل ما قدمته الدولة للمزارعين والفلاحين خلال الفترة الماضية من كارت الفلاح. احنا عارفين طبعا الكارت الفلاح الذكي، هذا الكارت اللي بيقدر يصرف من خلاله الفلاح الأسمدة بتتسجل فيه الحيزات الزراعية، عشان كان بعض المزارعين بيروحوا للجمعيات الزراعية ما بيلاقوش الأسمدة بتاعتهم متوفرة لأنه في بعض التلاعب كان بيحصل، لكن بوجود هذا الكارت هيمنع التلاعب نهائيا في مشروعات استصلاح كتيرة جدا دعمت بها الدولة المزارعين، صغار المزارعين وصغار المربين، مشاريع الاستزراع السمكي، كل ده دعم كان موجه للفلاح خلال الفترة الماضية، لأن احنا عارفين كويس جدا المجهود اللي بيبذلوه عشان نفضل مش محتاجين حاجة من حد، قادرين ان احنا بالفعل نحقق اكتفاء ذاتي من كتير جدا من المحاصيل الزراعية. في مجموعة من الهدايا قدمتها الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح في عيد الفلاح 70، يعني وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 أعوام، مشروع تبطين الترع، زيادة مساحة الطرق المؤدية للأراضي الزراعية، عندنا مشروع قومي تخزين الغلال، كلها حاجات حصلت لدعم كمان صحيح الزراعة في مصر. فأعتقد أن دي مزيد من الاحتفالات لعيد الفلاح. بكل تأكيد هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات، معنا مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، أبرزها افتتاح عدد من المدارس بمركز بلقاس في الدقهلية بتكلفة وصلت ل60 مليون جنيه، بالإضافة إلى بدء موسم حصاد محصول الأرز في بورسعيد، وافتتاح أعمال التطوير والتوسعة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من الدقهلية اللي تم فيها افتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 60 مليون جنيه. وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي التعليم اهتمام كبير، وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس لم تشهده الدولة المصرية من قبل في ظل بناء الجمهورية الجديدة. في كفر الشيخ تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية من استخراج 2700 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات وفتيات وذوي الهمم بعدد من القرى في المحافظة. في الإسماعيلية أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة بتسير بخطى ثابتة نحو حرم جامعي ذكي تحقيقاً لرؤية الدولة 2030 ومحو الأمية الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل، وقال إنه تم تدريب 7640 متدرب حاصل على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعة. في كفر الشيخ كشف المحافظ اللواء جمال نور الدين عن إقامة 6 نقاط تابعة لمرفق الإسعاف بمدينة وقرى مركز مطوبس، تغيير 23 مشروع بقطاع الصحة ما بين وحدات طب أسرة ومراكز طبية ووحدة صحية ضمن مشروعات حياة كريمة. في القليوبية تم افتتاح أعمال التطوير والتوسعة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية، واللي بتستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها. في الوادي الجديد أطلقت مديرية الزراعة بالمحافظة الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، وبدأت الحملة بتفقد حقول الذرة بمركز الدخلة ومركز بلاط. في بورسعيد تم افتتاح جمعية تحيا مصر شرق المحافظة بمنطقة سهل الطينة، وده استجابة لطلبات المزارعين والضمان توفير الخدمات الزراعية والسماد ليهم.
كمان في بورسعيد شهد المحافظ اللواء عادل الغضبان افتتاح موسم حصاد الرز في منطقة سهل الطينة واللي فيها حوالي 4500 فدان مزروعين رز، وده من إجمالي 33 فدان من المساحة الكلية المزروعة بالرز في محافظة بورسعيد. في المنوفية وافق المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوي ببعض المدارس الثانوية ل 220 درجة، وده بناء على المذكرة اللي قدمها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الأعداد الطلابية بالمدارس اللي لم تستكمل كثافتها حرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب. في جنوب سيناء استقبل المحافظ اللواء خالد فودة بمدينة شرم الشيخ وفد شركة برازينو للطاقة، واستعرض مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات الحديثة والشبكات الذكية، وده ضمن عدة مشروعات بتهدف لجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.